كيف 20 مليون. اي نعم 20 مليون. انت اللي تسمع فينا كان اسمك يكون موجود معنا واحد من المتبارين لايف. كيف كيف 20 مليون كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. هذا كل من اهداء اتصالات تونس. حلقة 14 و 20 24. فرحان انه يكون موجود معايا اليوم الصديق مقدم الاخبار خطير البزار الدينوزار حلمي بوزويتا. سامح الموشة. مرحبا وليد. نسلموا على الناس كل اللي تسمع فينا ولا تفرج فينا. بعد باش تحكي لي على الخرافة اللي كنت تحكي لي فيها. اوكي نحاول. نسلموا على المنافسة القوية معناها العايدة. كلهم عايدين من فترات نقاهة ومعناها ما شاء الله في الإدارة جايين في فورمة. المشكلة يرجعوا من فترة نقاهة ويستغلوا الفرصة باش يربحوك انت. صح عليهم هم يأثروا عليها معناها بالحكايات نتاعهم اللي كانوا في فترة النقاهة وفي الكونجيات وين مشاو وش عملوا. مازال صح مازال كلوت في بندقة يرجع نهار هذاك عاد جمال ساسي مازال في كونجي. صح عليهم صح عليهم مازالوا كي باش يرجعوا لك خاطر البريود الأخرى كل خاسرين باش يرجعوا لك توا كيف كيف. بالمناسبة وليد سامحني نقولوا كل عام والمرأة التونسية معناها حية بخير. نحن كنا مرتاحين معناها كل عام كل عام وهما حيين بألف خير. ها تحسك تقول فيها والله لي ما قلتيش من قلبك برشا. امبوسيبل معناها من قلبي ومن السمسومه معناها عرفتوا البوتين الايسر معناها والايمن هاي كلهم معناها البوتين والاذين هاي. انا عجبني ستاتيو البارح ان شاء الله كل عام وانتم اصحاح واحنا الغالبين كهوي هذيك هي. لا عجبني ستاتيو هذاك. اليوم من عيد المرأة جاتك مباشرة فمعناها دوزونا بونجي وعيد مرأة معناها ربي قدر الخير. والله العظيم امبراطورة العواصم. جغرافيا تقول لك انا تاريخ تقول لك انا طبخ زاد تقول لك انا زيد ابعدلها من امور الحسابات. الحسابات كالكول مونتال تاع برشا برشا ما تحبذش برشا امور الحسابات. فرحان برشا في الحسابات انه تكون موجوده معايا اليوم زميلتي مريم شملي. عسلامه مريم. عسلامه وليد. عسلامه حلمي. عسلامه مستمعينا الكل. شو حالك مريم؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي لاباس. كونجي تعدى مريقل نايرين هما نايرين خفيف ستون عليهم ولا كونجي وين مشيت في النايرين؟ ولا مشيت لقوريا. قوريا مشيت لقوريا معناتها في الكواليس قعدوا يحكيوا على قوريا وقعدوا يحكيوا على الدوفان. يا اخي سي هلمي قال تعرفش علاش ولايه بنزرت مرتبط اسمها بالدوفانات؟ قلنا له عليه. قال فما اسطوره. هاك اسطوره فما اسطوره هاي. اسطوره شو تقول الاسطوره سي هلمي؟ الاسطوره هذه تقول انه كان فما شاب معناها في بنزرت كان هو واصحابه ديما معناها يخرجوا للبحر. لين نهار من نهارات جات مجموعة من الدلافين قرب منهم كان واحد برك جاي كل الشاب هذاك ماني اكاو بدأ يلعب معاه لين ركب فوق ظهره وهزوا دخلوا معاه معناها وسط البحر ورجعوا سلامات بالضبط سحبوا قعدوا باهتين معناها ما عملش عملية غوص. ليه ليه عاد يمشي على سطح الماء عاد يمشي على سطح الماء ويلعب معاه وكذا وبعد رجعوا. كل نهار ولا الشاب هذاك يرجع لشط البحر يجي الدوفان يدخل بيه يرجعون بعد لين الشيء معناها القصة سمعت برشا هاي الناس من المدن ومن البلايس كل سمعت بها يقولوا انه اسمع اللي ما تسمعش بالضبط الناس كل فزعت معناها جايت من كل بلاصة. الشيء اللي خلى انه المدينة تتعبى برشا وحتى المؤونة معناها متاع الماكلة وما عندهمش معاد لعد عندهم باش يوكلهم لعد عندهم وين يسكنهم الزوار اللي يجيوا بالضبط الزوار اللي يجيوا باش يتفرجوا تلمعوا معناها حاجة غريبة على الاخر علاش الدوفان يجي كل السيدة ذاك يدخل بيهم بعد يرجعوا يا اخي اش فما بالضبط ياك هاو يقولوا انه الحاكم متاع المدينة اضطر وقتها انه باش يقتل الدوفان باش ما عادش الشيء معناها العباد ماشيه جايه وبلاد معناها تتعب حال نقتل الدفاع. للاسف للاسف هذه كل اسطوره باختصار هي اسطوره ما عادش اسطوره اما كان حقيقه الحقيقه نصدقها على الاخ الله هو يعملوها اسهل باش تقعد تعمل التخلص من المشكله من جذرها كما يقول اماكن وين باش يتفرجوا الماكله والتنظيم يا خويا ستريس نعملوا فيهم باش نقتلوا الدفاع الله هو اعلم هي الاسطوره هذيك سمعت بها. يلا سيدي نمشي للروندة الأولى الكيف لجليلة الزغلامي. عسلامة لجليلة. مرحبا عسلامة مدام جليلة. عسلامة شنو أحوالك لجليلة؟ الحمد لله صحة بخير الحمد لله الكيف العالي لاباس
والله الحمد لله. تعرف عليه ما يقولوش نحبوا شويه مطر برك. ان شاء الله ربي يرحمنا. هو توا حسب التوقعات فما تقلبات على فما مطر جاي. ربي يرحمنا ان شاء الله. تسمى غساله النوادر. غساله النوادر. غساله النوادر. ان شاء الله ربي يرحمنا لجليله. يلا حاضر المباراه لجليله. ان شاء الله. يلا اقعد معنا وتعلق التليفون. نقعدوا في الكيف. كيف كيف العالي نمشيوا لاماني الخضراوي. عسام اماني. عسام اماني. مرحبا. شنو عملك يا اماني؟ الحمد لله بخير. مش تعمل في الدنيا ماني؟ نقرأ. مش تقرأ؟ السنة تخرجت وإن شاء الله مش كامل ماستر. ما شاء الله. أي وشنو أي. سبيسياليتي يا ماني؟ كونتابيليتي. كونتابيليتي. هو راهو أزمة هي هو الكونتابيليتي مش بالضرورة حسابات بركة راهو معناها هي تنظم. انا نقول الكونتابيليتي تنظم الحياه العمليه نتاع داخل المؤسسه ولا حتى الفرد كيف لازم يا اماني انت بيلوناتك ديما اكيليبري ولا الباسيف طالع في الحياه البيلون تاعك في الحياه جينيرالمون الباسيف طالع ولا يبدا اكيليبري شوي شوي مرة لوطة. ان شاء الله اليوم يبدا الاكتيف تعالى عاي. يلا اماني ولا جليله سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يكون ضمن فريق حلمي بوزويته ولا ضمن فريق مريم شاملي. زوز مجعونين باش يعاونوكم. نبدا بك انت يلا جليله. حاضره يلا جليله. حاضره. يلا 10 ثواني لجليله سؤال يقول لجليلة سمي لي 3 حاجات مصنوعين من لوح. 3 حاجات مصنوعين من لوح. لوح من لوح. ها اي لوح شنو نعملوا بيه؟ شنو اللي بجنبك توا في الدار؟ بيت لوح. اي باب كرسي طاولة. انت هالتوقيت يا لجليلة. يا لجليلة ما بحذكش كرسي بنك حاجة هكا شبيك. ها بيت نوم باب يا لجليلة ضربها التراك لجليلة متأكد. انا خاطر ما اكيد بحذيها الاجابة كان عملت هكا شطير عين على البيت اللي في البيت اللي انت فيها راك اعطي 3 اجابات لجليلة. اجابة فقط في 10 ثواني نمشيو الاماني. يلا يا اماني مطالبة انك تعطيني 2 اجابات فقط. السؤال يقول له اماني سمي لي 3 حاجات مصنوعين من القماش. حويس زربية. هكا هويس زربية قماش. زربية مش قماش. ها فما زربية من القماش. نحاول نخمم القش. نقول واحد ياخذك الملح فيعملها زربية. خذا زربية و ميتافور شد شوية قماش حتى في الوسط ترزها ماما. اي فما زربية فيها هكا شوية. بارابا. اي اماني زوز اجابات ان توكا الاجابه الاولى نتاعها كانت اسرع من لجليله. دونك اماني لك الاختيار حلمي بوزويت. اماني في الحوايج الكل في بلاستيك نقول ماريو لوجيك وشرطه معناها لميت الاجابات الكل في الحوايج. ايه صعبت على روحك. يلا اماني يا اختار حلمي ولا مريم. شكون تختار؟ شكون تحب يعاونك؟ مريم. اماني مع مريم. يا مرحبا. هيدي المرأة مازال فريشك. لجليلة مع سي حلمي نمشي مباشرة سؤال السرعة يديكم على البزار. حلمي مريم لجليلة واماني تقعدوا تسمعوا فقط. السؤال يقول الشاعر حاتم الطائي شهر ب الكرم. الكرم جواب صحيح. حاتم الطائي شهر بالكرم جواب صحيح. يا حلمي لجليلة نعم اش يتربجوا بيك في الدار يا لجليلة؟ جليلة باسمك كاكاو. لا امورهم تعبة. يتربجوش امورهم تعبة. دارنا جو كاين جو مثلا الجنرال مو جليل جو جليل شطيبتنا اليوم الجو هذاك. هاي لجليلة عندك 30 ثانية سؤال على نقطة تتشاور انت وسي حلمي. السؤال هذا فيه اقتراحات ركزوا اعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول
شنو هو الاسم العلمي لملح الطعام؟ سهل هذاك. سهل. قرينيه الاسم العلمي لملح الطعام. الاختراحات: كلوريد الصوديوم ولا نيترات الصوديوم ولا كربونات الصوديوم؟ هاي هو الصوديوم موجودة في الثلاثة أما بين الكلوريد والنيترات والكربونات أنا هو منهم الاسم العلمي؟ الكربونات. في بالي الكربونات الصوديوم حاجة أخرى، نتصور أنه الكلوريد. وانت عندك الإجابة النهائية بالطبيعة؟ هاي لا جليلة، حلمي اختار كلوريد الصوديوم. بين كلوريد الصوديوم نيترات الصوديوم ولا كربونات الصوديوم؟ اعطيني الإجابة. باش تبع حلمي ولا باش تمشي برايك انت؟ لا تبع حلمي. كلوريد الصوديوم NaCl. NaCl هو الاسم العلمي لملح الطعام وهو كلوريد الصوديوم. جواب صحيح. برافو. برافو. منعنا لجليلة. الحمد لله. منعنا كل الربح هذاك وكل يقول لك ما لا يقطع حلم ملح من طعام ولا لا ماي صحيح. اكل ليديم فما شكون يقولوا ليديم، فما شكون يقولوا الربح، فما شكون يقول ملح، فما شكون يقول حاجه اخرى، فما حاجه اخرى، حاجه اخرى، فما تسميه اخرى سيتها. بريف يلا نقطه الجليله، مازلنا صفر من النقاط الاماني. سؤال الاولوي مره اخرى، السؤال هذا انا نعرف شكون باش يجاوب عليه هكا حسب تخميناتي. السؤال يقول: نيروبي هي عاصمة كينيا. كينيا جاب صحيح. جايب لي أقوى واحدة في الجغرافيا في العواصم. ما شاء الله عواصم الجغرافيا تبارك الله. مغرومة مغرومة بيهم. به مريم أي. معك أماني. أماني نعم. أي أماني على أي أماني 30 ثانية يا أماني، سؤال على نقطة يا أماني، ركز تشاور أنت ومريم تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. والسؤال يقول: البزق هو الاقتراحات أكلة إلى موسيقية ولا نبات؟ أماني تعرف ولا ليه؟ شنو السؤال؟ البزق شنو البزق؟ نبات إلى موسيقية. البزق هو إلى موسيقية اللي هو فرمته كي العود، أما يبدأ صغير على العود والعنق طويل، وأصله أصله نورمال تكمل يستعمل برشا في تركيا. الأصول متاعه مجهولة، هما على بس ما يعرفوش منين، يقولوا من الهند برشا من قبل الميلاد في الهند، متوا ياسر ما دايلش في تركيا، في اليونان الكرد العرب وسي والغجر في إسبانيا كيف كيف يستعملوه. دونك هذا هو سي البوزق. هاي الأماني إلا موسيقية. كيفاه؟ إلا موسيقية؟ ما عادش نبات؟ لا ما نجم يكون كان إلا موسيقية. يا بنتي باكش تيزانة ولا حاجة. قال لك الروبيل يرتح الأعصاب. هو من ناحيتي يرتح الأعصاب يرتح الأعصاب. أنا ما قلت شيء، أنا قلت راهو يرتح الأعصاب، ينجم يكون تيزانة. غذاء الروح، هو غذاء. يا أماني. وي. معاك. جاوبني إيه؟ إيه. راهو قال لك يرتح الأعصاب يا أماني. اي حتى الموسيقى ترتح الاعصاب. وي اكثر حاجه ترتح الاعصاب الموسيقى. معناها يا اماني تتحدى فيا. تحدي انا نحب نعاونك وانت تتحدى فيا يا اماني. تحديه يا اماني تحديه. يعني انا نقول لها راهو به لله يرتح الاعصاب وهي تقول لي حتى الموسيقى ترتح الاعصاب. حاجه ترتح الاعصاب القرآن الموسيقى ما يتاوك تسمع كل 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 هارد روك دف 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 يرتح الأعصاب. مش الموسيقى هذيك هذيك يوتر لك أعصابك. هذيك توتر الأعصاب. هذيك توترك. هذيك تنجم تولي على أعصابك ناركين. تكون ماكش على أعصابك تولي على أعصابك. البزق بين أكلة وآلة موسيقية ولا نبات؟ اخترتوا آلة موسيقية والإجابة. برافو شافية وضعت إجابة صحيحة. مريم مخترة. مريم آه. شفناه برشا في المسلسلات التركية خاصة في قيامة عثمان ولا في معناها المؤسس عثمان ولا في قيامة أرطغرل. الناس تبع فينا على الديجيتال في ثلاثة أوتار تقريب حاجة كيما هكا. الأوتار ما نعرفش الحقيقة أكثر شوية والعدد الأوتار نتاعو أقل من العود أنتو كا. أي أقل من العود إكزاكتومون. والفورمة نتاعو تشبه تشبه للعودة ما صغير وعنقه طويل برشا. يد ياسر طويلة نتاعو. أي الجسم نتاعو صغير
صوت البزق هذا يا سيد المخرج. اه تحسوا كي البطه المخنوقه اي ماما ما. تحسوا هكا وزه موسيقى وزة اخرى وزة. أي صوت الدفا فما هكا تخلويذة في الوزه. يلا السؤال اللي باش نعرفوا به، هل مدام جليله ولا اماني باش يمشيوا للدور النهائي؟ سؤال ساهم ماهل. لا امان عاد ما قلنا كل ما تقول هي نخسر هذايا عاد هذايا نورمالمون راني ساكت. يلا السؤال يقول بوغوتا هي عاصمة كولومبيا. كولومبيا جواب صحيح. يا ربي هربت من مخي كولومبيا في اخر ثانية احسب لك هو يعطيك ربي ما رحمكش عرفت كي هربت من مخي ما رحمكش معي استنى باش نقول اربعة هاي اغلط هاي اغلط لاباس سلكتها هي عاصمة كولومبيا جواب صحيح. اماني أميني؟ هاي أنا أميني. عندك 30 ثانية أميني وصلوك للدور النهائي صديقتي. السؤال يقول أشكون الفرعون اللي انتصر على الهكسوس وطردهم من مصر؟ الاقتراحات رمسيس الثاني، أخناتون، وإلا أحمس الأول. شكون الفرعون اللي انتصر على الهكسوس؟ أميني تعرف؟ تعرف انا ما نعرفش هكا ما حدوش تفطس ما نكذبش عليك رمسيس الثاني هكا تقول انت انا انا باش نعديك السؤال نعديه لك اللي كنتي الحقيقه ما نجمش نعاونك اه يا مين ما نحبش نغلطك مريم انت شنو كنت تجاوب كان باش مش مشي زهروني وقتها بزهر رمسيس الثاني اخناتون كوتيت دونك مريم كانت تختار أخناتون أماني أنت اختارت رمسيس الثاني هكا ولا إيه؟ الفرعون اللي شحال من شنو كنت تجاوب أنت؟ أحمس الأول يعرف أحمس الأول أه عارف المعلومة ديجا أحمس الأول والله أي نعرف ديجا هما يقولوا معناها عندهم الحكاية شهيرة برشا في مصر يقولوا أحمس أحمس اللي طرد الهكسوس معروف على الأخر أحمس وإحنا نقولوا هذاك بدو حطمس حطمس خليه يتحطمس في بلاصتو. شكون الفرعون اللي انتصر على الهكسوس وطردهم من مصر بين رمسيس الثاني أخناتون ولا أحمس الأول؟ فعلا كما قال حلمي إجابتكم خاطئة هو أحمس الأول موش رمسيس الثاني موش أخناتون موش أخناتون إجابة خاطئة. نمشي مباشرة لكستيون براس واللي بشوفصل فعليا المباراة إذا كان واحد من الكرونيكور خذ الأولوية المتبري اللي معاي جاوب صحيح مبروك عليه للدور النهائي جاوب غلط أوتوماتيك مول الفريق المنافس يمر للدور النهائي. حلمي مريم يديكم على البزر والسؤال سهل ماهل السؤال يقول شنو اسم عاصمة اليونان؟ أثينا أثينا جواب صحيح كان أسرع منه ركزت معه هو ركزت مع الإكران ريت حاجة ومفهمتش دونك أنا عجبني فما فرطته في الـ أي جلبة هلينا ريت مرحبا قاعد معناها يصول ويجول بشائر خير هذيك بشائر خير ها ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقنا معناها من حيث لا نحتسب من حيث لا نحتسب من حيث لا نحتسب. يلا حلمي بوزويتا فلتوا فرصة الفينال لا ما زلت كي جاوب بالغلط كي جاوب بالغلط ان شاء الله جاوب بالغلط ان شاء الله كان جاوب بالغلط ندعي ندعي لا جليله نجم كي ندعي هاي جو حاضر 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 جو لا جليلة عندك 30 ثانية سؤال هذا يوصلك للدورة النهائية لا جليلة اتفقنا؟ باهي اما فما حاجة لازمني نعرفها يا لا جليلة شنو هو الفطور اليوم؟ اه وي نجمش لا استطيع يا نعيمة يا نعيمة صحة وبشفاء هاي هاي يا جلايل 30 ثانية السؤال يقول له ما هو عقر الدار؟ الاقتراحات هل هو أول الدار وإلا وسط الدار وإلا يا حلمي بوزويتا آخر الدار؟ في وسط الدار في وسط الدار ما غير معناها ما نقعد نخمو برشا ونقول آخر الدار وإلا أول الدار بالضبط يقول لك معناها هجمه في عقر داره ولا حاجة كيما هكا معناها وسط داره يا جليلة
نعم. اما السقيفة فين؟ نعم. السقيفة، السقيفة فين؟ في اول الدار. في اول الدار. تعرفش الوظيفة متاع السقيفة كانت شنية؟ نورمالمون استقبل ال مش يقعد يستنى غادي بالضبط. الضيوف يقعدوا يستنوا غاديك حتى ياخذوا الاذن نورمالمون. صحيت. لا جليله. نعم. عقر الدار ماهوش اول الدار وماهوش اخر الدار، هو وسط الدار. جواب صحيح، مبروك عليك. الدور النهائي. يا جلايل خلي تليفونك محلول مشارجي. نتلقاه بعد شويه. اماني يا غالب، يا اماني جاتك فرصه ضيعتها، ولكن ان شاء الله نشوف اسمك. صحيح والله. احمس ليه قد سؤالهم سهل وسؤالنا صعيب؟ ما عادش باش تنساه احمس هذيا. والله احمس هذيا. اماني 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 راه في يلعب، يلا تشارك مره واثنين وثلاثه. ما نحبكش تتحمص. انا ما تتحمصش. لطف عليك. اقعد العب يا اماني لين تربح. وان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع 20 مليون. اماني نخلي لك كلمه الختام على شكون تحب تسلم. اماني 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 أماني ما تغشش يا أماني. غشت علقت علينا أماني. تحمست ولا أحمس؟ والله العظيم أحمس. هو سؤال، هو سؤال يحمس. يحمس الأول. هو أحمس ويحمس. أحمس يحمس والله. هو أحمس ويحمس. عنده حق الحقيقة، ما نجمش نلوم عليه. هكا هو، أنا غالب. إن شاء الله مرة أخرى. شفت سؤال كريستيان باراج معناها وزيد جاء فيه معناها الأولوية في عاصمة نورمالمون. مريم كان أسرع منك. الله غالب. إتوال 600 إتوال 1 دياس. بعد شوية الروندة الثانية ترتيحة صغيرة مع الفيب. راجعين بعد شوية مكملين في إلعب يلا مع وليد زريات على إيافام أحلى غاديو. ماذا ساعة 37 دقيقة على إيفام أحلى راديو. مازلنا وصلنا معكم حتى للساعتين. إتوال 600 إتوال 1 دياس. كود يوصلك لل 1000 دينار كاش يوميا. حلمي بوزويت ينتصر في الروندة الأولى. مريم تحلف وتتكتف. قلت لك أنا الروندة الثانية سيكون إعصار. أحمس الثاني في الروندة الثانية. سيكون أمواج هائجة. يلتيف سيكون تسونامي. مريم تسونامي قادم من اليسار. ربي يسترنا. دونك انت صديقي فلتتهيأ. متهيئين بإذن الله. حاضر؟ حاضرين إن شاء الله. جاهز؟ جاهز على أتم الجهوزية. فلننطلق في الروندة الثانية. ولاية نمشي للزغوان. 54 عام. سي معز بن شهلة. عسلامة سي معز. عسلامة سي معز. سي معز أين أنت يا معز؟ معز هل تسمعونا؟ لوعز. يا معز ملعز. اش احوالك يا معز؟ عايش بارك الله فيك. اش احوال زغوان يا معز؟ الحمد لله. نسالوك كعك ورقه بالنسر يا معز. مرحبا في كل وقت. ايوه حاضر. مباراة صديقي ان شاء الله. يلا قعد معنا سي معز. ما تعلقش تليفون. نمشيو لبن عروس 75 عام سي عب ستار. شيرني عسلامة سي عب ستار. عسلامة سي عب ستار. عسلامة. اش احوالك سي عب ستار؟ الله يبارك فيك. صحة بخير الحمد لله. تو في الحومة يعيطولك ستورة ولا عبستار؟ أنا أكثر والله كل واحد كيفاش يحب. الشيء أكثر ستورة ظهر. سور ستورة. الأكثر أكيد. إي وينك يا ستورة؟ توحشناك يا ستورة. يا ستورة. جاي ستورة القهوة ولا كيكة ولا ثم نتصور أكثر جمل. هي محسوبة ديك البلاصة. يلا سي عبستار وسي معز سويل سويل. 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار. يا يكون ضمن فريق حلمي بوزويتا وإلا مريم شملي اللي مجعولين الزوز باش يعاونوكم. نمشيو مباشرة سويل السرعة. حلمي مريم يديكم على البزار والسؤال يقول لي عفوا ايه صحيت هاي أولوية حتى يختارونا قبل قرعة في بيلي اختاروا انا اختارونيش هاي سي معز. سي معز نسمع فيك. 10 ثواني سي معز مطالب انك تعطيني ثلاثة اجابات في اقل توقيت والسؤال يقول معز سمي لي ثلاث حاجات نلقاهم في الكهرباء. بوجي ديمارا. حاجة سهلة. بولا بولا. أما المفتاح
فولون عجلة بيب عجلة هاي مش أسهل لك يا معز حل الكبوت هو عرفت أي تخلق المطور تخلق داخل معز مغروم بالميكانيك أي معز في قدم ثاني يا سيد المخرج في 8 ثواني 3 إجابات صحيحة برافو معز نمشي والستور هاي عبستر أي سي عبستر 10 ثواني يزمك جاوب في أقل من 8 ثواني السؤال يقول له سي عبستر سمي لي ثلاث حاجات نلقاهم في سال دو سبور سال دو سبور اي اللي ميزيه لك اي باه يمشي لي بعد اللاستيك يجبد اللاستيك باه اما في الوقت العبيد باه في بلاستيك في بلاستيك الكرسي طاولة ستيلو دابو زمان ذو ما سهلك يلا سي عبستار زوز إجابات فقط معز كنت أسرع من سي عبستار آية لعز لك الكلمة صديقي مريم وإلا حلمي شكون تحب يعاونك يا معز حلمي معز مع حلمي سي عبستار مع مريم نمشي مباشرة سؤال السرعة يديكم على البزر حلمي مريم السؤال يقول له قديش عدد أيام عيد الأضحى؟ أربعة؟ أربعة أيام اللي هما يوم النحر و... أيام الثلاثة اللي هما بعد هو أيام التشريق يتسميه صحيح هو يوم العيد اللي هو يوم النحر وفما أيام التشريق ثلاثة أيام يقولوا التشريق يقولوا أنه سميت معناها أيام التشريق على خاطر العرب قبل كانوا يشرقوا فيهم اللحم عملية تشريق اللحم معناها التقديد نتاعو عرفت نقولوا شفتها تشريق معناها على التشريق نتاعنا نحن نشرقوا احنا عندنا برشا كلمات معناها مشتقة من اللغة العربية الفصحى تشريق اللحم اللي احنا نقولوا نقصوها كتروف تروف نعملوا قديد نقدوه نقدوها بالضبط حلمي برافو نمشي مع معز وحلمي سؤال على نقطة يديكم على البزر حلمي السؤال يقول شكون صاحب عبارة الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة الاقتراحات تشرشل معروف تشرشل وإلا نيكولا ماكيافيل وإلا موسوليني بيه يا معز معز شكون صاحب عبارة الغاية تبرر الوسيلة موسوليني ميكافيلي وإلا تشرشل أنا نعرف هذه تبع الميكافيلية معناها الغاية تبرر الوسيلة نعرفها معناها عبارة تبع المدرسة الميكافيلية نمشيو الميكافيلي أعطيه موسوليني معز مش تتبع ولا مش تمشي الموسوليني سيليني هي عيني ميكافيلي ميكافيلي كيف معز نيكولا نيكولا ميكافيلي ماكيافيلي علي بعدت على موسوليني يا معز واحد فاشي معنيش ما فك علينا من خليه هو يجيو جيو في بلاستو معز علي بدلت رايك مشيت لنيكولا ماكيافيل خطر تشبه من اللغة نتاعهم هم المبدأ ولا تبعت حلمي تبع حلمي ها يا معز تبعت حلمي يا معز معز مانيش معاه أبو كيفاه ماكش معاه هو اختار نيكولا ماكيافيل وانت اخترت نيكولا انت قلت نيكولا هو بيدو معناه اسمه ليه ما تبعتني هو انا اخترت وحلمي باش نمشي معاه فوالا هكا هاو فهمنا بالغلط الغايه تبرر الوسيله الغايه تبرر الوسيله هنا طبقتها بحذافيرها الغايه تبرر الوسيله والاجابه صحيحه نيكولا ماكيافيل نيكولا ماكيافيل اجابه صحيحه صديقي هو صاحب عباره الغايه تبرر الوسيله ما نعرفش لاي مدى هالعباره صحيحة هكا تبقى قدامك في أرض الواقع تاني باش يمشي معايا ولكن ماهيش ديما مطابقة مع المبادئ شو صحيح أما هو غايته المليون هو الوسيلة اللي باش تعاونوا معنا الوصول للمليون هو أنا يعني في تفسيرها واستعمالها جنرال ما يكون مغاير وي
يكون مغاير للمبادئ والقيم. هي تعرف هذيا كيما بعد ما يمشي يعمل 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 يعمل, يعمل تقول له علاش عملت هيك, تقول لك خويا الغايه تبرر الوسيله. بالضبط تعرف انا حاجتي باش نخلط كيما نقولوا مدير نعفس على زملائي الكل. فوالا انت وفاش تحطها بالضبط. هاني قلت لك عاد انا يعني هاني فسرت قلت لك راهو الاغلب برشا يستعملوها ولا يستعملوها في الشر مش في الخير. بالضبط قلت لك قابل المقوله اللي عندنا اللي تقول الضرورات تبيح المحظورات. اما بالطبيعه ديما معناها الامور كيما يقول خونا اينشتاين معناها نسبيه. نسبيه عندنا نقطه ما ماهيش نسبيه. هاي مؤكده نقطة مؤكده امورك واضحه. مازلنا صفر من النقاط المريم وسي عبد ستار. سؤال الأولوية مرة أخرى يديكم على البزر. السؤال يقول له شكون العربي اللي تعرف بالترحال والسفر؟ ابن بطوطة. ابن بطوطة جواب صحيح. يقول لك تلب من بلاصة لبلاصة كي ابن بطوطة. اي سي عبد ستار. ستورة. اي سي عبد ستار عندك 30 ثانية باش تتشاور انت ومريم وتعدل النتيجة يا سي عبد ستار. السؤال يقول له تغرب عن الأوطان فطلب العلا وسافر ففي الأسفار. شنو الكمالة متاع هالبيت الاقتراحات؟ ثلاثة فوائد, خمسة فوائد, وإلا سبعة فوائد. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار. ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة فوائد؟ نورمال ما تعرفها مريم. أنا ديما تسافر ما شاء الله ديما نسافر هكا هاو هاو انت عارف ستة مع الليتيراتور ما عنديش صورة. عندك فكرة ولا ثلاثة أربعة ثلاثة خمسة ولا سبعة؟ خمسة. خمسة جاوبني يا سعب ستار. خير الأمور يا وسطها سعب ستار جاوبني يا عمي عندك هو خمسة. الله واحد الله واحد. جاوبت بزار سعب ستار بالزار من الأسطورة دي مش الزار واللي توا أسطورة المعلم عجبني ينقش عملت كويستي أسطورة واللي لا والله لا لا مال الأمور مازال مش معدلة الأمور مش معدلة مع أسطورة ولكن عنده ريزيرف من البارح أبرمه أسطورة جابها مريقلة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار. تفرج الهم واكتساب المعيشة, علم وأداب وصحبة. هذوما الخمسة فوائد اللي حكي عليهم الإمام الشافعي. جواب صحيح. برافو برافو سورة. أحسنت يا سورة. إجابة صحيحة يا سورة. باش نمشي للسوالي باش نفس المباراة. يا عبستار في الفينال, يا معز في الفينال. يديكم على البزر والسؤال يقول له في أي مدينة موجود مقر الاتحاد الأفريقي؟ أدي سبابة. أدي سبابة جواب صحيح. يا بابا يا أدي سبابة جواب صحيح يا حلمي. معز يا معز مش لازم الكعك الورقي إيجا كمل هالجو مش لازم كعك. هاي عنا سؤال يا معز يهزنا الفينال. هاي معز حاضر. حاضر. يا معز 30 ثانية صديقي وصلوك للدورة النهائية. سؤال يقول له يظهر القمر بدرا وقتاش؟ الاقتراحات منتصف الشهر الميلادي, منتصف الشهر الهجري, ولا أول الشهر الهجري. يظهر القمر بدرا. بيه سي معز منتصف الشهر الهجري. يقول لك القمر مكتمل بدر 14 يتسمى. نقوله منتصف الشهر الهجري. تمدح في شكون بدر 14؟ قمر قمر وجميل. معز جاوبني. هي معز ما جاوبني. انت اخترت حلمي باش تتبعه. واضح قلت لك الغايه هي المليون والوسيله هنا اللي يخلوه خليه يجاوب يا حلمي يهديك. يا معز القمر بدر في منتصف الشهر. اي امين انت اخترت حلمي باش تتبعه هكا ولا ايه؟ باش يتبعه. رد بالك راه مش كل مره تسلم الجره يا صديقي معز. ساعات واحد يتغر. يظهر القمر بدرا في
منتصف الشهر الهجري. جواب صحيح، مبروك عليك الدور النهائي يا معز. معز خلي تليفونك محلول، نتلقاو بعد شوية سي عبستار إن شاء الله فرصة أخرى. نسلم عليك برشا يا سي عبستار، محليك ونخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم. أي سي عبستار علق بها تغش زاد هو برشا أحمص اليوم ما سؤال أحمص هذايا كل واحد يتحمص يعلق نسلم عليهم ونسلم عليهم. حامي بوزويتا تنتصر صديقي في الروندة الثانية بعد شوية الفينال، اتوال 600 اتوال 1 دياس كودي وصلك ل 1000 دينار كاش. نفوترا فيك ترتاح صغيرة، راجعين مع الفينال بعد شوية. مكملين في العب يلا مع وليد زريات على اي اف ام احلى راديو. مدى ساعة 53 دقيقة على FM أحلى راديو، مازال نواصل معكم حتى للساعتين. اتوال 600 اتوال 1 دي اس كود يوصلك لل 20 مليون كاش من هدية اتصال تونس. زغوان معز بن شهلة الكاف العالي لجليلة الزغلامي. معز جليلة معز نسمع فيك به زوز شاركته مع حلمي بوزويتا، دونك اوتوماتيكمون باش نعاودوا القرعة من الجديد. نبدا بك انت يا جليلة، 10 ثواني جاوبني فيس على جليلة. السؤال يقول أي يا جليلة سمي لي ثلاث حاجات نخرجوهم من البلدية. مضمون أي وشهادة وفاة أي وصدق. أي صحيت 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 أحسنت يا جليلة، ثلاثة إجابات صحيحة في سبعة ثواني. سبعة ثواني موز اي يا لعز. موز يزمك تجاوب صديقي في اقل من سبعة ثواني. السؤال يقول سمي لي ثلاثة خدمات تقدمهم البوسطة. استخراج النوت والطبع البريدي والمندار والمون. أيوة ثلاثة إجابات صحيحة في قد إيه؟ تسعة ثمانية ثواني ونص ولجليلة سبعة ثواني. سبعة ثواني كالبابابا اللي عملتها من الأول يا معز، يعطينا برشا ثواني يا معز. لجليلة لك الاختيار، شكون تختار حلمي وإلا مريم يا لجليلة؟ حلمي. تواصل مع حلمي؟ ايوه اتواصل مع حلمي. لا جليلة مع حلمي، معز مع مريم. نمشي مباشرة سؤال السرعة، يديكم على البزار. السؤال يقول في المتناول قداش عددها يا مشهر اود؟ 31 ركز مع وليد شنو يقول. فاقد الشيء لا يعطيه. ها هاك ولا سي حلمي؟ لا هي قاعدة تركز مع ليكرون. انا نقرا ايه وي. نشوف ما نسمعش. ركز معي اذا تسمع الصوت كيما فاتتي نشوف في حاجه بالضبط. تسمع السؤال تجاوب فيه باش تنجم تعرف وقتاش تنزل وقت اللي يكمل هو اخر حرف. يا حلمي معاك الا جليله 30 ثانيه سؤال على نقطه. السؤال يقول السؤال ماذا يقول؟ في أي مدينة صار بروتوكول لحظر استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية؟ زوز الاقتراحات حتى كان جاو طبقين ولا. بين باريس لندن ولا جنيف؟ اي مدام تعرفش في أي مدينة صار بروتوكول لحظر استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية؟ لندن باريس جنيف. جنيف على ما أظن. حطينا على ما أظن معك جنيف. يلا جليلة تعرف هاك الجملة اللي كانوا يقولوها جدودنا شو يقولوا؟ الاسم العالي والمربط الخالي تعرفها؟ بروتوكول لحظر استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية، هذه هي تنطبق عليها الاسم العالي والمربط الخالي. بين باريس لندن جنيف والإجابة جنيف. جواب صحيح، برافو برافو جنيف. عندنا نقطة لسي حلمي، مازلنا صفر من النقاط لمريم معز. مريم سؤال مانيش نقول سهل باش نقول في المتناول يا سيدي، في المتناول يديكم على البزر. السؤال يقول
شنو يعني مصطلح طابور الخامس؟ عملاء. طابور الخامس. عملاء. أو ال. هو الجواسيس. فارق. هما الجواسيس. لا لا لا. لحظة لحظة. العميل. دبل أو سبعة. العميل. العميل. دبل أو سبعة. اللي هو الجاسوس. ثبت لي في الفار. أنا مت ثبت لي في الفار. لا لا لا. ها؟ الفار جاوب في وقته. عميل شو عميل؟ هي يقول لك العميل السري. العميل السري. اي ما قالش سرق العميل. اي اما العميل 007 معروفه معناها جيمس بوند. العميل لاجون هي ذيك راهي. اجون اكزاكتومون. اما الجاسوس انا ماذا بيا تثبته خاطر العميل. اسبيون سباي ما تسمعش. العميل السري. جيمس بوند ماهوش اسبيون. ثبت ثبت هو غلطة. هو هو العملاء والجواسيس. روح. رأفت لاجين العميل السري رأفت. لا مش عميل سري. مش سري. هو سري. شو قال هو؟ العملاء نقطة. العملاء هما الخونة راو. عليه الجاسوس على سيس. لا 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 اسبيون سي ديفيرون. العملاء غلط. It's not wrong. It's very wrong. 007 ايجنت مش اسبيون. انا ماذا بيا شو انا العملاء كلمه العماله نقولوا بها الخونه وكلمه الخونه زاد راهو معناها نجم خونه حاجه بقى الطابور الخامس اسبيون معناها الدوله تحط جواسيس في دوله اخرى ما هيش نفس الحكي اما العماله بارك ها دجا كيما العميل دري قداش الرقم نتاعو راه في الهجين نسيت دجا اي عميل سري اي عميل سري العميل السري اما انت قلت العملاء والعملاء عملاء عملاء محليين غير معروفين يشتركون في مؤامرة تدار من صحيح اي ليش كما تعرف بالبيقي معناها مش الجاسوس حاجة أخرى جاسوس هي أدخل شوز جاسوس راه معناها قوانين وضوابط وتدريبات حتى العميل معناها هو يعمل لدى وكالة كما ما نجمش نحسب لك الماي 6 اللي يخدم دبل او 7 لا لا انت قلت العملاء معناها فما ينجم الخيانة راهو بها ونعطيك حاجة نعطيك حاجة نعطيك حاجة علاش باش نقنعك اقنعني افهمني البلاصة اللي ما نجموش توا نسميوها باش ما يقصولناش راهو مش خوف لا خوف لا حتى خوف من ربي باش ما يقصوش الباساج نقعدوا نعانيو والله البلاصة اللي توا قاعدة راكلة بعضها فيها حرب كي واحد يصب بجارو بار اكزامبل ها قول هذاك راه تابع كجماعه ما يتسماش جاسوس سما صبيب عميل خائن هذيك هي دونك انا ما نجمش نحسب الجاسوس طابور الخامس هما الجواسيس اللي هي منظومه نعتقد واو زادوا ثبتوا فيها زادا كيف كيف دونك مريم معك ما عادش عندنا برشا وقت عايشكم معك معز 30 ثانيه سؤال على نقطه يلا يا معز السؤال يقول له من قديش من قاضي تتألف محكمة العدل الدولية؟ الاقتراحات 10 15 ولا 20؟ ما نعرفش. اه يا معز. معز قديش؟ معز قال 15. 15 بزارك جاوبني يا معز. ما نعرفش انا معز. من قديش من قاضي جاوبت بزار معز؟ معز. جاوبت انا حد ما عرفتش. ومعرفتك صحيحة 15 قاضي في محكمة العدل الدولية جواب صحيح يلا سؤال بشفص المباراة فعليا لا جليل المليون ولا معز المليون يديكم على البزار حلمي مريم السؤال يقول له شكون اللي قاد الحملة الفرنسية على مصر نابليون بونابارت نابليون بونابارت برافو حلمي جليلة جليلة 30 ثانية وصلوك لألف دينار السؤال يقول له أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان هي الاقتراحات الأرجنتين فنزويلا ولا البرازيل سألتوا ديما سهلين عندك فكرة مدام على ما أظن فنزويلا على ما أظن معناها سمعت بها المعلومة قبل وإلا هكا بالزهر قلتها لا لا والله هكاك بالزهر ما حطينا بين البرازيل وفنزويلا شك الحق ما عنديش المعلومة المؤكدة ما انت تقول لا جليلة هو شاكك في البرازيل وفنزويلا جاوبك النهائي شنو فنزويلا جاوب نهائي جواب نهائي 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 نهائي
أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان مش فنزويلا هي البرازيل. البرازيل هذاك علاش قلت لها معناها أي ما عطانا برشا وقت عايشكم خذينا برشا من وقت الأخبار نعتذر من قسم الأخبار نمشيو مباشرة لكيستيون باراج يديكم على البراج سمحنا لا هيفا تويتي سمحنا لا غالب ما في حبش تفجو لا غالب اليوم حاجات أقوى خارج على إيراد والله. يلا حلمي مريم كيستيون باراج سؤال يقول ما هي العملة المتداولة في دبي؟ الدرهم الإماراتي. الدرهم الإماراتي برافو حلمي. هاي يلا جليلة 30 ثانية تجاوب صحيح مبروك عليك مليون جاوب غلط معزي مبروك عليه المليون. السؤال يقول وين دارت أحداث مسلسل فرانز؟ الاقتراحات واشنطن نيويورك ولا ميامي؟ مدام نيويورك. ياسر سهلي عندك الإجابة معناها تعرفها؟ لا لا ما عندكش إجابة حلمي بزر قولوا نيويورك هاي اللي جليلة جاوبني ايه نيويورك جاوبني ما عنديش إجابة صحيحة اخترت نيويورك نيويورك دارت أحداث مسلسل فرانس في نيويورك جاوب صحيح مبروك عليك مدام. الألف دينار من إهداء اتصالات تونس معز مبروك عليك مونتاجا قيمته 100 دينار مبروك. من إهداء اتصالات تونس نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت رخصنا نسكول باي باي